مجلس القرية المراجدة احنا سمعنا ان في كشف عجل، صراحة فرحنا بالموضوع ده. جو الاخوة اللي هم بيركبوا الكشافات ابتدوا ان هم يشيلوا الكشافات القديمة وركبوا كشافات جديدة. بصراحة هي حاجة حلوة يعني، الكشافات اشتغلت ومية مية الله ينور. خدوا الكشافات القديمة ما فيش يومين ثلاثة لقينا الكشافات كلها طفت. الله، طيب تعال يا اخواننا شوف الكشافات طفت. قال لك لا احنا مسؤوليتنا نركبه ما نشجعه باللي طفي. في طريقة نزول الكشافات من الأعمدة إلى أسفل الأرض كنا بنشوف إن الكشافات بتترمي رمي وكانت سليمة ومية المية، وده في إهدار للمال العام. الكشافات السليمة لما ركبت لا يوجد فيها أي إضاءة، حتى اللي منورة ما فيش إضاءة بتاعتها، الإضاءة بتاعتها ضئيلة جدا. وللأسف الشديد إن المقاول واللي كانوا معاه بيركبوا الكشافات قلت لهم طب ما تركبوا لنا اللينط بس، قالوا لي تدفع 50 جنيه وندوك لندا، ولو دفعت 100 هندوك طرنز ولندا مع بعضيهم. فقلت لهم ده غلط يعني ما ينفعش كده. قالوا احنا كانوا شغالين عندي في الشارع بتاعي، بقول للرئيس عاوز اركب كشاف العمود دي، يطلع مش عمود، يطلع 15 عمود 20 عمود، بيقول لا لازم يكون في كشاف راكب. طب احنا من يوم من 10 سنين ما فيش كشافات راكبه، عايزين لك كشافات من هنا. يقول لي روح اعمل مذكره ونعمل حاصر عشان يدوك الكشافات، مكان الامتار ما فيهاش كشافات خالص. طب لك ركب نمر، قال لا ما ينفعش لازم يكون عامل لي حصر ورا. المقاول طبعا اللي هو واخد الحاجه دي هو بياخد الحاجه السليمه ويحط لنا الحاجه ايه اللي هي مش سليمه اصلا. فاحنا دلوقتي عاوزين حل عشان نشوفوا ايه الوضع بتاع البلد اللي ما ينفعش خالص.